سيطرة تشات جي بي تي على منصات التعليم في الهند ليصبح لدى الطلاب بديل مجاني للإجابات، وبذلك يقضي الذكاء الاصطناعي على عملاق التعليم الإلكتروني تشاغ الشهير الذي قضى سنوات في تطوير منصته مع آلاف المتعاقدين في البلاد. وانخفض سهم الشركة بنسبة 99% منذ أوائل عام 2021، ما أدى إلى خسارة بنحو 14.5 مليار دولار من قيمتها السوقية.